أخويها الشيخ عبد المسعود بالمقر المناقش إن شاء الله. إحنا في نقاط مهندسين أردنيين بدأ تطبيق نظام الإنتقال المهني من عام 2013 نهاية عام 2013 بدأ بعض الامتحانات للشعب الرئيسية الامتحانات. هذه الامتحانات من امتحانات تجريبية تم فرص كثير من الملاحظات خلال هذه الفترة، ثم بدأنا بتطبيق نظام الوضع الراهن وضع التعليمات الخاصة بهذا الوضع الراهن. هي كانت فترة تجريبية لأخذ ملاحظات سواء تطوير التعليمات أو رصد المعوقات لتطبيق هذه النظام. عمل عدة ورش للتأهيل في المحافظات وفي الأردن وأخذ ملاحظات كثيرة من اللجان المشتركة على نظام الاعتماد المهني. تم رصد هذه الملاحظات وإيجاد معوقات التي تحول دور تصويت عملية التأهيل والاعتماد المهني. وكان أبرز هذه التحديات والمعوقات كالتالي: هي أولاً عدم وجود القوانين والتشريعات اللازمة لدعم نظام ميزانية الحصول على المرتبة المهنية. تعرف قانون النقاط المهندسية لا في ميزانية فيه لتطبيق موضوع التأهيل لحد الآن، هي تعليمات ولم تصدر نظام خاص بها. كذلك معظم الدول العربية. الموضوع الثاني هو وجود حواجز من الموقع المباشر للحصول على المرتبة المهنية. لحد الآن لا يوجد تعليمات أو نظام يحدد حواجز ومنافع للحصول على المرتبة المهنية، سواء كانت منافع مادية أو معنوية أو أنه الاعتماد في مجال الترفيه والتعيين لوزارات الموارد الحكوميه او الشركات المكاتب الخاصه. الشغله الثالثه هي مقاومه التغيير وكبر المهندسين القدامى والخوف على بهذه الاكتسابات. كثير من المهندسين هلا اصحاب خبرات كبيره في 15 20 25 سنه 30 سنه يعتقد انه الحصول على المرتبه المهنيه مشكله او ممكن باسم اكتسابات او ممكن هو ما يقدر يحصل على المرتبه فتاثر على مكانته ومرتبته الوظيفيه، فلهم مقاومه للتغيير او الحصول على هذه المراتب. الشغله الثالثه عدم وجود سجلات مهنيه مهندسيه ونقص توظيف خبرات المشاركات المهنيه. كثير من المهندسين اتخذوا مطالبات للحصول على المرتبه المهنيه حاليا، هنا اخذ دورات بعض المحاضرات بعض الانجازات، لكن التوثيق غير موجود غير مهتم كان ما كان في داعي او سبب تخليه ما اخذ هذه الخبرات. فحاليا نشهد انه كثير من المهندسين عم تحاول تبسط خبرات المرتبات المهندسيه والحصول على شهادات بحضورها المحاضره او الدوره. الشغله الثالثه الخامسة هي صعوبة اجتياز الامتحانات الأساسية الهندسية بالتأهيل نتيجة اختبار الزمن على المرحلة الجامعية المهندسة. نحن نعرف أنه مرتبة المهندس المشاركة بعد 4 سنين من تخرج المهندس يكون فقط كثير من المعلومات الأساسية الهندسية، فبيجي نحن نعمل امتحانات جزء منها بتعلق بالفاندمنتال انجينير بتعلق بالفيزياء والكيمياء والرياضيات، هي صعوبة اجتياز هذا الامتحان. لذلك لابد وجود حلول أخرى جزء منها اختراق امتحان مرتب مشارك في امتحان الكفاءة بحيث نستمع عن الورقة الأولى لهذا الامتحان. عدم وجود ثقافة تعلم مستمر بدعم معرفة المهندسين. احنا من خلال مناقشة المهندسين ومن خلال المقابلات المهنية اللي كانت كثير من المهندسين وجدنا انه في كثير من المهندسين اخر كتاب قراه هو الكتاب في الجامعة، وقت ما تخرج من الجامعة ما اخذ ولا محاضرة ولا دورة ولا قرأ أي معلومة أخرى. فهي عبارة عن سنة كررها 15 20 30 سنة فقط، فهو لم يعمل على تطبيق الدراسه الفنيه والمهنيه او المهنيه. الاعداد الكبيره من المهندسين والاجيال مختلطه بصوره التواصل. بتعرف مثلا حتى نصور التاهيل حتى نشرح التاهيل ونقطع المهندسين في لابد موجود اليات التواصل مع المهندسين وخذ الاعداد الكبيره من المهندسين واتباع الجغرافي بين المهندسين، فاحنا المهندسين في الاردن عندنا دور مصدر للمهندسين، عندنا مهندسين في الخليج والمغرب العربي حتى في اوروبا، فالتواصل مع المهندسين بشكل صعوبه وصول التأهيل والمزايا الخاصة بالتأهيل. يعني عندنا احنا عدد المهندسين في الأردن 136,000 مهندس موزع على 6 شعب رئيسية، وما شاء الله العدد الجديد تقريبا 8 إلى 10,000 مهندس سنوي يجينا المقاعد عندنا. التعدد الواسع لاختصاصات مجالات ممارسة المهنة والخبرات، برضه التعدد عندنا مجالات ممارسة المهنة حوالي 16 مجال ممارسة المهنة. عندنا اقسام وفروع الهندسة عندنا 30 قسم، عندنا 143 فرع. لما تفضل الدكتور تركي عبدالله هذا الفروع بشكل عام علينا في التأهيل انه تشكل لجان متخصصة ل 143 فرع ولا 30 قسم وتجهز كوادر وامتحانات، هذا شكل صعوبة كبيرة وإمكانيات وقدرات بشرية ومادية. عدم وجود إحصاءات تتعلق بمجالات العمل في
فعليا ومعكم مريض خبرات مهندسيه وحصار تصنيفها. برضو احنا معنا احصائيات رسميه تحدد شو التخصصات الرئيسيه المطلوبه والموجوده في السوق وشو اللي احنا نركز عليها بنوصل مثلا كل شعبه نوصل خمس مجالات مراسم مهنيه مجالات رئيسيه نوصل مجال التغيير المهني كبدايه فيها مثلا نكمل شيء قدمه في هذا الموضوع. استيعاب التعليمات والتزام اعضاء اللجان في تعليمات التاهيل بطريقه صحيحه. طبعا مشكله رئيسيه عندنا في لجان التاهيل انه كل لجنه التاهيل بعض اعضاء اللجان غير مستوعب للتعليمات، بعض اعضاء اللجان بحب يضيف على هذه التعليمات او يضيف بعض الامور الاضافيه ولا يلتزم بالتعليمات بالشكل الصحيح. الرسوم المرتفعه نسبيا للتاهيل في ظل الضائقه الماليه والمهندسيه والمطار والشخص بين السلطه. نظام التأهيل والحصول على مرتبة مهنية برضه نظام مكلف لأنه في لجان ولجان هي بدها أتعاب، في لجان امتحانات ولجان تدريب ولجان تقييم، كلها بتكلفة مالية متخصصة. هلا الرسوم هي مرتفعة نسبيا للمهندسين خاصة في ظل البطالة الموجودة حاليا بين المهندسين وفي ظل العدد الكبير اللي مش لاقي عمل حاليا للمهندسين. يمكن احنا بالأردن مثلا عندنا 50% على الرسوم مساعدة للمهندس للتقدم للامتحان، لكن سواء عندنا أو في الدول العربية الأخرى هي أضعف ما أعرف الرسوم الموجودة عندنا. الحاكمية وجه المحايدة الرسمية لمد المرتبة المهنية وكفاءة أعضاء اللجان. هذا السؤال دائما بنسأل إنه مين حيعمل الامتحان؟ مين يجهز الشخص للامتحان؟ مدى مصداقية الجهة التي تعمل الامتحان خاصة إنه كثير من النقابات من النقابات المهندسية والجمعيات المهندسية هي أعضاء منتخبين وليس موظفين أو جهة عامة. العزوف عن الانتساب للهيئات العربية من جمعيات النقابات والاتحادات المهندسية والتي تعني بممارسة المهنة وعدم ميزانية لاكتساب بعض الوظائف. برضه العزوف عن التسجيل في النقابات سواء في المهندسين او جمعية المهندسين الدول العربية الأخرى بشكل عائق كبير، وإذا أنت ما حصرت أعداد المهندسين وما حصرت تخصصاتهم، ما كانت ميزانية في العقود النقابات ما تتأثر على القطاع المهندسي ولا تقدر تفرض عليه أنت التعليمات والتشريعات الخاصة بنظام التأهيل. عدم اعتراف متبادل بين الدول العربية بمراتب المهمة من كل دولة. وهي احنا سمعنا من خلال اتحاد المهندسين العرب عم نحاول نحل هي المشكلة مشان اعتراف متبادل. ولكن المشكلة الأساسية كيف إنه التفاوت بين الدول العربية في تطبيق هذه التعليمات في بعض الدول بشكل في الأردن والسعودية وبعض الدول الخليج العربي الموجود فيها. بعض الدول لسه في البداية وبعض الدول لسه ما فكرت في هذا الموضوع نهائيا. التوصيات أو وسائل التغلب على هذه المعوقات. أولاً إقرار التشريعات الخاصة بالتأهيل والاعتماد المهني تشمل الحوافز الإلزامية في التطبيق. ثانياً عرض مناقشة تعليمات التأهيل على الجهات ذات علاقة بمهنة الهندسة بعودة أخذ ملاحظاتها في كل التعليمات حين تكون مشروع وطني. الدراسة الإحصائية لمعرفة نوعية الخبرات المهندسين في القطاع الحكومي والخاص وحصر ومصر الجهام. التنسيق مع مؤسسات وهيئات مختصة مثل اعتبار فرصة التعليم العالي تمهيد الاعتماد في جهة متخصصة ومشرفة على الامتحانات حيث تكون هيئة محايدة ليس لها علاقة في نقابات وجمعيات الهندسية. وضع وقرار نظام الحوافز الحاصلة على المرتبة المهنية لتسجيل الحصول عليها. نشر ثقافة أهمية التأهيل والاعتماد المهني وأثر المباشر وغير المباشر على وضع المهندس المالي والاجتماعي وفي الوظيفة وكذلك الرقية بالمهنة. تأهيل وتدريب أعضاء اللجان للتأكد من التزام وتهمية تعليمات التأهيل بطريقة صحيحة. عمل البرامج التدريبية والتأهيلية للمهندسين للمساعدة في زيادة طلبات الحصول على المرتبة المهنية والسعي للحصول على اعتراف متبادل مع الجهات المهندسية في الدول العربية. ملاحظات عن التطبيق سعى العديد من المهندسين وهي في الخبرة للحصول على مرتبة في تميزهم. فعليا احنا يمكن اعداد قليلة تقدم 500 600 واحد اللي حصلوا على المرتبة المهنية في الأردن، ولكن فعلا من نسبة النخبة الموجودين من المهندسين هن عارفين حالهم انهم مؤهلين وقادرين على اجتياز متطلبات التأهيل وتفرغوا لهذه المرتبة وحصلوا عليها. معارضة كثير من المهندسين وخاصة كل المهندسين القدامى مما لم يعملوا على تطوير خبرات خلال سنوات طويلة. اتوقع ان المعارضه الرئيسيه كانت المهندسين فعلا هن يشعرون انهم لا يستطيعون يشتغلوا بهذه المراتب او متطلبات هذه المراتب نتيجه القصور عندهم في تطوير قدراتهم الذاتيه. تجاوب العديد من المؤسسات والوزارات والهيئات العامه والخاصه مع تغيير الاعتماد المهني والترحيب به لمرجع التغيير المهندسين. وشكرا لكم. شكرا شكرا لكم على هذه المحاضره القيمه واعتذر انه في بدايه الجلسه ما عرفت على مهندس رائد وغني عن التعريف من زملائي المحاضرين. مهندس رائد هو يحمل درجه البكالوريوس في الهندسه الميكانيك ورئيس مجلس الشعب الميكانيكيه في مجلس النقابه.
القوه ورئيس الهيئه العربيه لتاهيل المهندسين اتحاد المهندسين العرب ورئيس اللجنه الفنيه العليا للتاهيل والاعتماد المهني في نقابه المهندسين الاردنيه.